السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو راح أتحدث عن تكلفة المعيشة في بيلاروسيا مينسك. طبعا مينسك هي عاصمة بيلاروسيا، وطبعا بيلاروسيا ليست معروفة سياحيا، ولكن هذا البلد يعني يستقبل عدد كبير من الطلاب من كثير من دول الشرق الأوسط والدول العربية، وهناك تقريبا 6000 طالب يدرسون في بيلاروسيا أو ما تعرف أيضا بروسيا البيضاء. وطبعا علينا يعني أن نفرق بين روسيا وبيلاروسيا. روسيا عاصمتها موسكو، وبيلاروسيا عاصمتها مينسك، وعدد سكان مينسك 9.5 ملايين نسمة تقريبا. عاصمة بيلاروسيا مرة أخرى هي مينسك، تبعد عن عاصمة روسيا موسكو تقريبا 720 كيلومتر بالسيارة و 600 كيلومتر خط جوي. نعم، طبعا هذا البلد تعرض لاضطرابات سياسية في السنة الأخيرة، إلا أنه يعتبر من أقل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في مستوى الجريمة، أي الأعلى أمنا والأقل في مستوى المحسوبية والفساد الإداري والمالي طبعا. وكل شيء في هذه الدولة تحت السيطرة إن صح التعبير، يعني إضافة إلى أنه بلد جميل ونظيف أيضا. لغة البلد هي اللغة البيلاروسية والروسية أيضا. عملة البلد هي الروبل البيلاروسي، وكل واحد دولار يساوي 2.5 روبل بيلاروسي. وطبعا نعلم جميعا أن أي شخص يسافر إلى دولة أخرى يعني يحتاج إلى معلومات عن تكلفة الحياة الشهرية في هذا البلد الجديد. لهذا السبب في هذا الفيديو سنتحدث عن التكلفة الشهرية لحياة شخص واحد في مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، أكل طبعا وشرب ومواصلات واتصالات، إضافة إلى تكلفة أجار شقة صغيرة بغرفة واحدة طبعا في وسط المدينة مرة وخارج وسط المدينة، حتى يعني نعرف كم تكلفة أجار الشقة في وسط المدينة وخارج وسط المدينة. وعادة كما يعني ذكرت في فيديوهات سابقة أنه في الدول الأوروبية دائما أجار الشقق في وسط المدينة أعلى من أجرات الشقق في يعني مناطق بعيدة عن وسط المدينة حتى بكيلومترات. أيضا سأتطرق يعني في هذا الفيديو إلى متوسط الرواتب في هذه الدولة، على الرغم أنه هذه الدولة لا تصلح إطلاقا لعمل الأجانب. لنبدأ طبعا بتكلفة يعني الحياة الشهرية في مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا. يحتاج الشخص في هذه المدينة ليعيش حياة يعني بسيطة ومتواضعة إلى 450 دولار شهريا بدون أجرة السكن. إذن مرة أخرى حياة متواضعة، يحتاج إلى 450 دولار أكل وشرب ومواصلات واتصالات إلى آخره بدون أجرة السكن. الآن نتكلم عن أجرة السكن في هذه المدينة. إذا يعني اختار أن يسكن الشخص في وسط مدينة مينسك، إذا في هذه الحالة سوف يعني يتوجب عليه دفع ما يقارب 400 دولار بدل أجرة غرفة واحدة أو شقة بغرفة واحدة في وسط مدينة مينسك. إذا في وسط المدينة 400 دولار تقريبا أجرة شقة غرفة واحدة، إضافة إلى أنه راح يحتاج 450 دولار للأكل والشرب والمواصلات والاتصالات اللي هي مصاريف شهرية. إذا طبعا اختار هذا الشخص أنه يسكن مثلا بعيد عن مركز المدينة، ولنفرض أنه يعني ارتأى أنه يسكن على ضواحي مدينة مينسك، إذا في هذه الحالة يعني سيتوجب عليه الدفع ما يعادل 250 دولار شهريا. 250 دولار شهريا، إذا بنلاحظ أنه وفر في هذه الحالة 150 دولار على
السكن، وأنا بحكي عن شقة غرفة واحدة طبعا فيها مطبخ وفيها أثاث يعني مفروشة، 400 في مركز المدينة، 400 دولار و 250 دولار على ضواحي المدينة. إذن في المحصلة يعني راح يحتاج إلى 850 دولار إذا إنه ارتأى إنه يسكن في مركز مدينة مينسك اللي هي عاصمة بيلاروسيا. 400 دولار أجرة الشقة في مركز المدينة، بالإضافة إلى 450 دولار للأكل والشرب والاتصالات والمواصلات، يعني مصاريف شهرية. إذن المحصلة 850 دولار إذا أراد أن يعيش في مركز مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا. أما إذا ارتأى أنه يسكن يعني خارج مركز المدينة على ضواحي المدينة أو بعيد عن المركز، في هذه الحالة راح تكون المحصلة 700 دولار، منهم 250 دولار أجرة شقة و 450 دولار للأكل والشرب والمواصلات والاتصالات اللي هي المصاريف الشهرية. وهون زي ما ذكرت انه راح يوفر تقريبا 150 دولار، لكن لازم يأخذ بعين الاعتبار الشخص اللي بده يسكن على ضواحي المدينة انه في كل مرة بده يروح فيها الى مركز المدينة لقضاء حاجاته للتجوال الى اخره، بده الان يدفع مواصلات، وقد تكون هذه يعني العملية يومية. اذا بده يحسبها انه ال 150 دولار اللي بوفرهم على يعني أجرة الشقة في مركز المدينة قد يدفع مثلهم للمواصلات أو حتى أكثر منه. إضافة إلى ذلك دائما في مركز المدينة كثير من الخدمات، وهذا يعني أحد ميزات المدن الأوروبية إنه دائما في مركز المدينة في مطاعم، في وسائل ترفيه، حركة ناس، أكثر أمانا إلى آخره. ولمن يريد أن يعمل في هذه المدينة أو في هذه الدولة اللي هي بيلاروسيا وعاصمتها مينسك، لمن يريد أن يعمل طبعا متوسط الرواتب في هذه الدولة أو في هذه المدينة تحديدا 470 دولار شهريا، 470 دولار شهريا. وطبعا لا يعني أنصح بالعمل في هذه الدولة، ولم يكن لي يعني معارف يعملون في هذه الدولة. هي كما قلت ليس دولة سياحية، بيلاروسيا ليس دولة سياحية على الرغم أنه جميلة جدا. لا أذكر أنه يعني سياح من الشرق الأوسط من الوطن العربي يذهبون إلى هذه الدولة. هي دولة ليس بحرية، لا يوجد لها مخرج على البحر، تحيطها اليابسة من جميع الجهات، ولديها حدود مع روسيا ومع أوكرانيا. والعمل فيها طبعا يعني يعتبر صعب، لأنه كما قلت الشخص الذي يريد أن يعيش في هذه الدولة ويستقر يجب عليه أن يتعلم اللغة البيلاروسية، وهي لغاية الآن نقول يعني هذه الدولة لم تخرج كليا من نطاق نقول النظام الشيوعي السابق. هي أكثر الجمهوريات، جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، اللي يعني أكثر الجمهوريات بطئا في التوجه إلى النظام نقول الرأسمالي، إلى النظام الرأسمالي. وعلى الرغم من وجود طبعا شركات أجنبية وشركات غربية، وطبعا يوجد مولات ويوجد نقول يعني منتجات أوروبية وتبادلات تجارية مع أوروبا ومع أمريكا إلى آخره، إلا أن هذه الدولة لغاية الآن هي الأكثر بطئا في موضوع التوجه نحو الرأسمالية. بهذا
أنهي هذا الفيديو على أمل اللقاء بكم في فيديو لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.